بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سلامة، ممثل وسيناريست، فيلمي أكاديمي في هولندا وبيكولو تياتر في إيطاليا، وعامل دبلومة في التمثيل المسرحي في كوميدي فرنسيس في مسرح فريش بيل دوماي في مارسي. أنا لما جات لي الفكرة لتكوين نقابة، أنتوا عارفين إن أي موضوع في الدنيا وأي مشروع بيبدأ بفكرة، فلما جات لنا الفكرة أنا والدكتور نبيل والدكتور خالد الأستاذ سيد الأستاذ حسن، ودول أعضاء مجلس الإدارة، وأنا سعيد جدا إن لما أجريت الانتخابات الناس دي كانت موجودة، لأن إحنا تيم ورك حلو جدا، عندنا أفكار حلوة جدا، وعندنا مبادئ عايزين نمشي عليها، وبنقول إن الفن عمره ما كان حجر على أحد، وإن الفن حق مكفول لكل مواطن، وإنك أنت تقدر تشتغل من خلال مظلة أو من خلال تكوين، فالتكوين ده إن شاء الله هو هيكون النقابة بتاعتنا، بتمنى لها إن شاء الله إن هي تكون زي ما إحنا اتمنيناها، وزي ما احنا حاطين جنود وحاطين اولويات لحاجات كتيره جدا، عندنا اهداف نتمنى ان شاء الله ان احنا نحققها، عندنا مبادئ عايزين نمشي عليها، عندنا تيم ورك حلو جدا اكتف جدا شغال، عندنا ناس على اعلى مستوى في كل المجالات وفي كل التخصصات، عندنا في الموسيقى وعندنا في الفن. دكتور نبيل ده كان الاستاذ ورئيس الاكاديميه الفنون في امريكا، فده تدعيم، لان طبعا انت لما تكون جاي بفكر اوروبي او فكر غربي بتطبقه هنا في بلدك اللي انت بتتمنى انك انت تشوفها زي ما بتشوف الاكاديميات بره او النقابات بره. انا شفت النقابات بتتعامل ازاي والعمال داخل النقابات بيتعاملوا ازاي في ايطاليا وفي هولندا وفي بلجيكا وفي المجر وفي فرنسا، ليه لا، واي نوت، احنا عندنا كفاءات وعندنا ناس بتقدر بتقول ان احنا موجودين وان احنا على الساحه، احنا عندنا مبدعين، عندنا كتاب وعندنا مؤلفين وعندنا موسيقيين وعندنا مطربين وعندنا ممثلين، عندنا في كل المجالات فنون تشكيليه. انا سعيد بالتجربه ديت، اني شايف ناس مهتمه جدا ان هي تبني نقابه مستقله، لان في ناس كتير قوي موهوبين بس للاسف لو هم خريجين فنون مسرحيه ولا هم، لكن عندهم موهبه والموهبه دي بيحاولوا ان هم يظهروها، فحرام اي واحد يكون عنده موهبه يموتها. فيمكن دي وجهه نظر النقابه، ان اي حد عنده موهبه في اي مجال يجي يتفضل ويدخل، ودي حاجه جميله جدا، وان شاء الله تكون نقابه موفقه باذن الله. نقابه المهن الفنيه، ناس سالونا كتير على فكره احنا بنعمل النقابه دي. احنا بنعمل نقابه دي مش في عمل عداء بين اي نقابه من النقابات الاخرى، لكن احنا شايفين ان احنا نقابه بتختلف عن اي نقابه اخرى. في نمره واحد، احنا شايفين ان اي نقابه يمكن بتبحث بثلاث حاجات مهمه. اول جزئيه بيتكلموا على التامين الصحي، اثنين المعاشات، ثلاثه الحفاظ على حقوق الاعضاء. الحاجات الثلاث حاجات دي احنا بنقوم بيها، لكن اهم من ده وده هو ازاي نأهل اعضائنا، ازاي نخلي الاعضاء بتوعنا على مستوى عالي. امل فكري ويلسون، استاذ دراماتورجيا وسيناريست وممثله. النقابه بتاعتنا احنا بنعتز بيها كلنا، بنعتز بيها جدا، لانها فرصه، انا بشوف انها فرصه للناس المحترفه وفرصه ايضا للهاوي الذي يريد ان يحترف. انا بشوف ان ناس كتير جدا جدا من المحترفين لسه لغايه دلوقتي عايزين يحققوا طموحات كتيره ليهم، ولغايه دلوقتي ما وصلوش للكاتيجوري اللي هم محتاجينه. انا بشوف ان النقابه فرصه كبيره قوي بالنسبه لهم. بالنسبه كمان للهاوي، هو كمان هيلاقي ان المكان هنا اكيد هيحس ان هو اكنه بيته. I'm really glad about this initiative and I think in the near future we can make an agreement or a protocol that can help us both countries to increase the knowledge about culture, Egyptian and Dominican and Latin American. انا اسمي دكتور سامع عشم، خبير تنميه بشريه وتدريب، درست اخراج فيديو في ليستر في انجلترا، ودرست اخراج سينما في الجامعه الامريكيه هنا في مصر. ليا حوالي 13 14 فيلم روائي قصير، وكل سنه بعمل روائي قصير للمهرجان القاهره السينمائي. فكره ان احنا اللي بقى عندنا نقابه للعاملين بالفن او للفن
لهمش حظ ان هم يخشوا النقابة الأحلام السينمائية، المجموعة اللي ملهاش حظ انها تخش للنقابات الفنية، لان احنا مؤمنين جدا ان فكرة الفن ما هياش دراسة بس، والفن موهبة بالفطر، حاجة فطرية يعني حاجة ناتشورال في البني ادمين. عشان كده احنا بنقول كتير قوي قوي، ناس كتير قوي تبقى معاها شهادات وعظيمه جدا واخده شهادات وعامله دكتوراه في الفن، بس ما بيعرفش يوصل او يعمل يعني مقدرش يعمل برزنتيشن قدام الناس، او ما بيقدرش يوصل اللي هو عايزه للناس. عشان كده احنا الناس دي في ناس منها كتيره جدا موهوبين جدا، بس ده مش معناه ان الموهبه الدراسه ما بتثقلهاش، لا الدراسه بتثقل الموهبه، بس الاصل في ايه؟ في الموهبه، لازم يكون في بذره عشان حضراتكم تسقوها. مارست بدرس في معهد الـ AFI معهد الفيلم الأمريكي بلوس أنجلوس. الموضوع من إنشاء النقابة المستقلة هو معالجة ما أفسدته النقابات الفنية الأخرى في جميع المجالات، وده واضح على الساحة الفنية من خلال أفلام هابطة، مسلسلات درامية مملة للغاية لا ترتقي لذوق المواطن المصري ولا ترتقي للدولة المصرية العظيمة اللي هي صاحبة حضارة السبعة آلاف سنة زي ما بيقول. بس احنا عملنا النقابة دي عشان نواجه هذه النقابات وهذا الفساد الإداري الموجود فيها. رانيا سعيد ممثلة وأنا بتابع في النقابة. النقابة دينا بتوفر حاجات كتير عن الفرص عن النقابات التانية، إن في تأمين وفي اهتمام بالموهبة وبتنميها، وبتوفر التدريب كتمثيل، فده مختلف تماما عن اي نقابة تانية، ومن غير حاجات معقدة كارتباط بعشرين عمل او باكاديمية عشان الاشتراك في النقابة. بسم الله الرحمن الرحيم. محسن عبد الماضي مخرج مسرحي، وانا طبعا هنا في المكان الجديد دوت هو تأسيس نقابة فنية تعتبر رابعة عن نقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية والمهن الموسيقية. عملنا لمجموعة الهواة أو اللي هم عايزين يشتغلوا في مهن التمثيل أو الفروع الأفريقية ومش لاقيين فرصة، أو النقابة بتعرقلهم لازم يكون معاهم تصريح، لازم يبقوا أعضاء نقابة وما خلافه.